ينضم إلينا من بيروت محافظ المدينة السيد مروان عبود. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مروان. بداية تعازينا لكم، وكيف تبدو الأوضاع الآن بشكل عام وقراءة في التصريحات التي أصدرتها؟ إذا سمحت لنا بالكلفة الإجمالية إلى غاية هذه اللحظة، 3 مليارات لربما تزيد، آخر التطورات لديكم على الأرض سيد مروان. يعطيكم العافية والله يرحم الشهداء ويقدم الصحة للجرحى ويعزي أهاليهم ويعزي المنكوبين ويرد ربنا يرد عن لبنان ويحمي هالدولة العظيمة وهالشعب العظيم اللي ما توقف إنه يدفع الغالي والرخيص في سبيل استمراره بالوجود. يعني ما حدث ببيروت كان كارثة عالمية، مش بس كارثة محلية، انفجار ضخم لم يشهد مثله لبنان أو المنطقة. الانفجار أتى على تدمير نصف مساحة بيروت ودمر مرفق بيروت بالكامل، وهو يشبه قنبلة نووية صغيرة. الآن نحن كنا نعاني ظروف اقتصادية صعبة وضاغطة على المواطنين، ولكن بعد هذه النكبة لا أدري ماذا أقول، لا أدري كيف يمكنني أن أساعد الناس، أن أضمد جراحهم. الناس في لبنان مقهورة، الناس في لبنان مدمرة. مع إشارتك سيد مروان إلى الوضع السابق والوضع الاقتصادي السابق للبنان وتصريحاتك اليوم بأن حوالي أكثر من 300 ألف لبناني بلا مأوى والخسائر بالمليارات، يعني بشكل ملخص كيف تبدو الصورة الآن لديك في بيروت تحديدا؟ نتحدث عن المواطنين تحديدا. أهالي بيروت لم يعودوا قادرين على السكن في بيوتهم. نصف سكان بيروت بيوته في الأمد المنظور للأسبوعين المقبلين غير صالحة للسكن. هنالك أكثر من 300 ألف مواطن لبناني لا يستطيعون النوم في بيوتهم. من هنا أنشأنا خلية أزمة في بلدية بيروت، ونحن نعمل منذ الصباح على تأمين الملجأ للأهالي، وتواصلنا مع رؤساء البلديات في الضواحي وفي المناطق وفي المدن اللبنانية والقرى، وقد استجابوا جميعا لنداءاتنا ففتحوا بيوتهم ومقراتهم لإيواء أهل بيروت، وهذا يدل على وطنية الشعب اللبناني وعلى تساميه وتعاليه فوق الطائفية وفوق الانقسامات المذهبية والعرقية والدينية. طيب، عبروا اللبنانيين عن أصالتهم مجددا. سيد مروان، بحسب تواجدك في على الأرض مباشرة، تصريحات وزير الصحة اللبناني تتحدث بأن أعداد المفقودين لربما تساوي أو تزيد أعداد القتلى في هذا الانفجار. هل هناك أي معلومات حول عمليات البحث والإنقاذ إلى غاية هذه اللحظة؟ لا أستطيع أن أتكلم بأرقام لأن أعمال البحث والإنقاذ لم تنتهي، ولكن هنالك عدد كبير من المفقودين، وأتمنى من الله أن يتحولوا إلى موجودين، أن نجدهم مجددا ونعثر عليهم ونطمئن أهلهم. ولكن أخشى ما أخشى من أن لا نستطيع العثور على أعداد كبيرة منهم. أشكرك على كل هذه التفاصيل وتعزينا لكم مجددا محافظ بيروت السيد مروان عبود، كنت معنا، شكرا جزيلا لك سيد مروان.